قبل ما تقوص تأكدت انهم ارهابيين؟ عم احكي معك، قبل ما تقوصوا للشاب تأكدت انه ارهابي؟ عم يمرق حاليا بصدمة كتير قوية، لو سمحت كن متفهم يا خانم. انا مجبور اقدم هالتقرير باسرع وقت ممكن للنيابة العامة ولمديرية الامن كمان. قوص عليه من غير قصده يا حضرة المفتش، ليش عم تضغطوا عليه؟ من غير قصده زوجك قتل شاب عمره 20 سنة؟ لازم يجاوب على اسئلتي احسن ما اسجنه. حضرة المفتش، ظبط حكيك وعرف مع مين عم تحكي. كارلوس، عاكف، خلونا نفوت لجوا احسن ما تتعكر الاجواء اكثر. نمشي يلا. شو صاير للناس؟ كل مين حمل سلاح بيقوص على كيفه وما بده يتحاسب؟ بالتا حبيبي احكي شو في عندك. قد ما تعاونت معهم رح تكون قصتك مهونة اكتر وممكن تتفادى السجن او الفصل. يا عمري يلا يا تقبرني جاوبن على أسئلتهم. قلن ليش صار كل هاد وإنك ما بتقوص حدا بريب قصدك. حضرة المفتش أنا معك، أنت عم تقوم بواجبك، بس الوضع مثل ما أنك شايف حضرتك لسه لهلأ ما تأكد خبر موته للشاب، فلو سمحت اختار كلماتك بتحفظ شوي. شفتوا شو طالع بالأخبار يا شباب؟ لا ما شفنا شيء. الطالب الجامعي قادر جاناكجي تم قتله صباح هذا اليوم بطريق الخطأ من قبل أحد عناصر العمليات الخاصة، وكان سيتخرج من الجامعة في هذه السنة. وهذا الخبر المؤلم ساعد أحد الشرفاء من القائمين على الطالب المرحوم بإيصاله إلينا منذ قليل. شو هذا الجسم مبينة وعم يقول مات؟ لك هدول من وين بيجيبوا أخبارهم؟ بس بدي أفهمين ابن الحرام يلي بيعطيهم أخبار. يعني مين بده يكون سرب لهم هيك خبر؟ لكن بيني أكيد جماعة التنظيم. لك هدول الناس ما فيهم لا نخوة ولا شرف ولا أخلاق ولا سمعانين فيهم. يا أخي الموضوع كله صار بالغلط، والإعلام بدل ما يغطي على الموضوع فضحنا ونشر الخبر قبل ما حدا يعرف. تعرف شو جاي على بالي؟ جيب كل هدول المذيعين وندقهم قتلة ليتعلموا يحكوا علينا. هذا الصح، الله ينتقم منكم. آمين. لا نزال حتى هذه اللحظة مستمرين في متابعة تفاصيل هذه الواقعة المؤلمة. وقد أوضح مدير مديرية الأمن بتصريحه أنه تم فتح تحقيقاً لهذه القضية. هلأ بدهم سنة ليخلصوا من هالقصة. بعملتنا قدرنا نفهمون شو تمن إنه يعلقوا معنا. لازم ما ناكل حقه لأيدين، إله فضل كبير علينا. شو أنت أجدب لتقلي هالحكي؟ أكيد ما رح ننساه. والله القصة إجت بوقتها. أي صح، بس في مشكلة، أيدين لساته بين إيديهم، ممكن يحكي شيء؟ لا مستحيل هالحكي، إلي بعرفه سنتين ما رح يفتح تمه. إذا ضغطوا عليه أكيد رح يحكي. لا مستحيل يحكي وبلا شكك أحسن لك. شوفوا شوفوا، أمه لقادر طالع على التلفزيون. نحن الآن في بث مباشر مع والدة الطالب الذي قتل بأيدي عنصر العمليات الخاصة. سوف نتحدث معها قليلا. هدول الصحفيين ملعين وبنخاف منهم. خالتي أم قادر شو حابة تقولي؟ شو بدي أقول يا بنتي، والله حاسة حالي رح جن. لسه الصبح حكيت معه، قال لي اطمني يا أمي رح اتخرج هاي السنة من الجامعة، وبدل ما يرجع لي متخرج وافرح فيه رح يجيني جثة محملة هالمسكين. قلبي محروق ومو عارفانة شو اللي صار اليوم. لصالحنا العمليات الخاصة ما رح ينفدوا من هالقصة، خلونا نجهز لهم شي مفاجأة تانية. جاهزين شباب؟ طبعاً نحن جاهزين. قالوا لي انه ابني توفى، هاي إرادة الله، بس على الأقل يعطوني جثته، بدي اشوفه لآخر مرة قبل ما يدفنوه. هذا حقي، بكفي حرقولي قلبي بموته.